ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، حمد النبيين والصديقين والشهداء، حمدا لا حدود له، ونصلي ونسلم على رسول الله. وبعد، أيها الرئيس المحترم لهذه الحفلة الكريمة، والضيوف الكرام، والأساتذة الأجلة، والعلماء العظام، وإخواني الطلبة، أيها الحاضرون، أهنئكم بتحيته الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكل، أدرس في قسم تحفيظ القرآن الكريم بمدرسة دار النور النموذجية بقادبار التركنداكا. إني وقفت أمامكم لألقي كلمة مختصرة حول الموضوع أهمية العقيدة الصحيحة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن عقيدة التوحيد هي أساس الإسلام وأساس الدين، وهي أول ما أمر الله تعالى بها عباده، وبين سبحانه إنما خلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبها أرسل الله الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم يبدؤون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. وكل هذه الآيات الكريمة تبينت لنا أهمية التوحيد، فلا فائدة في بقية الأعمال بدون التوحيد. ولذلك اهتم سلفنا الصالحون بهذه العقيدة دعوة وتعليما وعناية بها قبل غيرها. فأي دعوة لا تبنى على عقيدة التوحيد ولا تهتم بها فهي دعوة فاشلة ودعوة باطلة. فالواجب الاهتمام بهذه العقيدة الصحيحة حتى ترسخ وتتبين للناس شأنها واهتمامها. إخوة التوحيد، هذه العقيدة لها ستة أركان وستة أصول بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. إخوة الإيمان، يجب علينا أن يبعد التخليط والعياذ بالله. قال تعالى: بين العقيدة الصحيحة وبين العقيدة الفاسلة، والعياذ بالله. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك لا يقبل له عمل ولو عبد الليل والنهار. ما آدم خلط العبادة بشرك. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الشرك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.